بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، نبدا باذن الله تعالى بدراسه متن العقيده الواسطيه. قبل الدراسه على ما تقدم معنا لا بد من معرفه الامور. الامر الاول، لماذا اخترنا دراسة العقيدة الواسطية؟ العقيدة الواسطية هي متن متخصص في الأسماء والصفات. لماذا ندرس الأسماء والصفات؟ لا يتم التوحيد إلا بإفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة، ومنه توحيد الأسماء والصفات. وهذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذا العلم، علم باب الأسماء والصفات، لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم ملتبس على الأمة، بل وضح عليه الصلاة والسلام وبينه، وكذلك الصحابة رضي الله عليهم والسلف الصالح، حتى لا نقع في موقعة الفرق الضالة. حياة القلوب، تعرف على الله، أشرف العلوم، سبب لدخول الجنة، لدعاء الله سبحانه وتعالى بالأسماء. الله سبحانه وتعالى أمر بهذا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسماء سجدون ما كان يعمل، وغير هذا من الأمور. طريقة الدراسة، لو سألك سائل كيف ندرس هذا الباب، أي باب الأسماء الصحيح، نقول أولا لابد أن يكون السبب لدراسة هذا الباب، أي باب الأسماء والصفات، هو تعظيم الله سبحانه وتعالى. ولذلك إمامنا الإمام مالك رحمه الله عندما سئل عن الاستواء، سئل عن شيء عظيم، يقال الله أعلم أنه عندما سئل قطع رأسه وعلى الضحضاء العرب، كيف يسأل عن كيفية الاستواء، عن كيفية صفة من صفات الله، كيف يسأل عن هذا؟ هذا أمر عظيم. لذلك لا يمكن أن يكون باب الأسماء والصفات يعني في التدريس مثل ما تتكلم عن صفة مخلوق، ما يمكن. هذا الباب لا بد أن يكون الغرض من دراسة هذا الباب هو تعظيم الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يمكن في هذا الباب أن نسأل عن أشياء لم نسأل عنها الصحابة رضي الله عنهم. أحرص علم منا وأتقى لله منا، والمسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنصح الخلق بالخلق وعلم الخلق بالله. أيضا من الطريقة في الدراسة أن أكون على قاعدة. القاعدة هذه ذكرها الإمام الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى، فكل ما في الكتاب والسنة يمكن الوصول إلى معنى. نعرف معنى الاستواء، معنى العلو، معنى اليدين، نعرف الاستواء معنى، والكيف مجهول. نؤمن أن لله سبحانه وتعالى كيفية خلق جهات عظمته، لكن هذه الكيفية لا نعلمها. مثال الآن، ما عند الله سبحانه وتعالى متقين في الجنة؟ نخل وزيتون ورمان وخمر. معاني هذه الأسماء نعرف المعنى، لكن الكيفية ما ندري عنها. والإيمان به واجب، إذا لا بد أن نثبت كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. والسؤال عنه بدعة، لأن هذا سؤال عما لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم. هذا مهم جدا أن تفهم هذه الأمور، طريقة في الدراسة، على ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم. بعد هذا، سبب الدراسة لهذا المتن، متون كثيرة ألفت في العقيدة وفي باب الأسماء والصفات. لماذا اخترنا دراسة هذا المتن، أي متن العقيدة الواسطية؟ أمور كثيرة. أولا، هذا المتن، أي متن العقيدة الواسطية، من أهم المتون في العقيدة، بل أن هذا المتن جمع فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مجمل ما قيل في باب الأسماء والصفات.
في باب إثبات كلام الله سبحانه وتعالى وقولها في السنة في صفة الكلام، في باب الصحابة رضي الله عنهم، فيما شجر بين الصحابة في آل البيت، في كرامات الأولياء، في طريقة أهل السنة والجماعة العملية، في الجمع بين العلو والمعية، من أحسن ما قيل في أبواب متفرقة عند أهل السنة والجماعة. ولهذا أرشد العلماء إلى حفظ هذا المتن، تحفظ هذا المتن مع كتاب التوحيد بإذن الله، يعني يكون لديك يعني قاعدة في كتاب في التوحيد وفي العقيدة. أهم المتون من أحسن ما قيل في أبواب متفرقة هذا المتن، متن عقيدة الوسطية، من أسهل كتب شيخ الإسلام العقيدة الوسطية، من أحسن ما يعني كان فيه المؤلف رحمه الله دار من العقيدة الوسطية على حسن التفويض والترتيب، وسيأتي معنا في التقسيمات الكتاب. كذلك كثرة الشروحات عليه، عناية العلماء، نصيحة العلماء بدراسة هذا المتن، متن مبارك. المؤلف رحمه الله تعالى كل مؤلفات شيخ الإسلام لا يمكن أن يأتي بكلمة إلا ولا أصل من كتاب والسنة، بل يتحرى أنه لا يتكلم إلا بما ورد في الكتاب والسنة من غير تمثيل، ولم يقل من غير تشبيه. لماذا؟ لأن هذا الذي جاء في القرآن. هذا سبب الدراسة لهذا المتن. أيضا لو أردنا أن نفهرس أو نقسم هذا المتن، القسم الأول المقدمة، والمقدمة تحتوي على مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة عموما وفي باب الأسماء والصفات خصوصا. ثم أورد المؤلف الأدلة من القرآن، وقال من تدبر القرآن طالبا للهدى، تدبر وإرادة الهدى. قرآن مملوء بهذا الباب، بل لا تخلو منه آية على ما ذكر ابن القيم. ثم انتقل إلى الأدلة من السنة، هذا القسم الثالث، الأول مقدمة والقسم الثاني الأدلة من القرآن. شيخ الإسلام رحمه الله كان إذا جلس في مجلس التحديد يقول كان ينتقي من القرآن حيث شاء، كأن القرآن بين يديه. نعم، كذلك السنة، وسوف نرى إن شاء الله تعالى كيف المؤلف رحمه الله تعالى رتب حسن الترتيب الأدلة من السنة كذلك رتبها لنا. ثم بعد هذا جاء القسم الرابع وهو أهم شيء في الكتاب بعد الأدلة من الكتاب والسنة، مجمل اعتقاد أهل السنة في أمور شتى ذكرها، وهذا من أحسن ما في الواسطية والله أعلم. ثم أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين شيء مهم جدا وهو طريقة أهل السنة والجماعة العملية، العقيدة لا بد تظهر على سلوك المرء، طريقة أهل السنة والجماعة العملية. ثم أن المؤلف ختم بخاتمة عجيبة، والله شيخ الإسلام إمام ألف في معتقد أهل السنة والجماعة وفي نهاية العقيدة ما قال أنا السلفي وأنا إمام من أئمة أهل السنة وأنا كذا، في نهاية العقيدة يقول نسأل الله أن يجعلنا منه. سبحان الله، تبرأ من حول من قوته ولم يدعي الاسم إلا لمن عصم الله، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وأنت تسمع بعض الناس اليوم قال أنا سلفي، إيش أنت؟ صحيح؟ هذا شيخ الإسلام في نهاية العقيدة تبرأ من حول من قوته وقال نسأل الله أن يجعلنا منه. وسيأتي بإذن الله تعالى يعني الكلام على ما ختم به المؤلف رحمه الله. يدخل بعض العلماء رحمه الله
من شيخ الإسلام توسط بالواسطين، ثم بعد هذا حمى بالحموية، ثم دمق بالتدمرية. فلا بد يعني عند الدراسة، رجع على العلماء، رجعنا على العلماء في الدراسة، قالوا أول ما يدرس فيه هذا الباب، أي باب الأسماء والصفات، ومن كتب شيخ الإسلام الواسطية، ثم الحموية، ثم التدمرية. ولو سرت على هذه الطريقة بإذن الله تجد الحموية التدمرية أسهل ما يكون. نعم. طيب، وإن شاء الله تعالى يعني نأخذ نبذة عن الحموية والتدمرية بإذن الله إذا انتهينا من عقيدة الوسطية. إخواننا، والله هؤلاء العلماء تعبوا حتى أوصلوا لنا هذا العلم. بقي علينا أن نسلك، سلكنا وصلنا. إذا لم نسلك هذا الطريق لم نسلك إلا أن يشاء. شيخ الإسلام هو المؤلف هذه الرسالة المباركة. عادة علماء السلف رحمهم الله أنهم دائما وفي الغالب لا يركزوا على تراثم العلماء، لا يذكر يعني مثلا يعني كم يعني من كتاب تقرأ لا يتكلم عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. لماذا؟ يعني يتكلم ولكن ليس ذاك يعني الحديث وإطالة فيه. لماذا؟ أرادوا أن يعلقوا الخلق بالخالق، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فذكر التراجم أحيانا يكون من باب معرفة أن هؤلاء ساروا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا ارتفعوا. الآن لو تنظر مثلا في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هل كان هناك علماء؟ نعم. ومن هو أحفظ وأعلم من الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ نعم. لكن الفرق هو الإخلاص. نعم، يعني قلوبكم خيرا وأتيكم خيرا مما أخذ منكم. مات ابن سعدي رحمه الله، وكان الشيخ بن عثيمين رحمه الله يوم أتى لابن سعدي رحمه الله، كان صغير الشيخ بن عثيمين، مات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، رفع الله سبحانه وتعالى الشيخ بن عثيمين. هناك كان من طلاب ابن سعدي من يدرس الشيخ بن عثيمين رحمه الله، لكن الإخلاص. ترجمة مختصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية. الغرض من الترجمة أننا ننظر في سيرة هذا الرجل، ونقول أن هذا الرجل سار على طريقة السلف واقتدى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، نحسبه كذلك الله حسيب ولا نزكي على الله أحد. ولا بد أن نسير على هذا، والعبرة بالميزان. ما هو الميزان؟ الميزان الذي يوزن كل ما يأتي عن أحد من الناس، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تقدم هذا وسيأتي من كلام شيخ الإسلام أنه يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، ما تقدم هدي أحد. شيخ الإسلام هو أحمد ابن عبد حليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي، المعروف بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام منذ صغره عرف بالجد والاجتهاد، لا يعرف الكسل ولا يعرف اللعب، حياته كلها يقول هو جاد فيها. جمهورية الصوت ويعني قد قيل عنه رحمه الله كل مؤلفة شيخ الإسلام هو فيها قائم لا ناقل. تعرف اليوم بعض من يؤلف هدانا الله إياه قص 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 خمس دقائق يخرج كتاب. شيخ الإسلام لا يعرف القص واللص ولا يعرف النقل من الكتب، لا يعرف هذا، لا يعرف هذا، يكتب من حفظه. كل مؤلفات شيخ الإسلام هو فيها قائم لا ناقل.
يكتب شيخ الإسلام في يوم ما يكتب الكاتب في أسبوع، سريع الكتاب. حتى قيل أنه لا يوجد في من ألف مثل شيخ الإسلام أبدا، ما يوجد مثل في التأليف، بمعنى له أكثر من 1000 مؤلف شيخ الإسلام. نعم، تنظر في مؤلفات ابن القيم رحمه الله مثلا، ابن القيم 98-100 تقريبا، هذه مؤلفات ابن القيم رحمه الله. فألف أكثر من 1000 مؤلف، أكثر مؤلفات شيخ الإسلام في السجن. قال عمر معنا كتب رسالة أمه أن الله قد فتح علينا الفتوحات وكذا، أغلب مؤلفات شيخ الإسلام في السجن، بل بعض المؤلفات كانت سبب في سجن شيخ الإسلام. زهد، ورع، تألم لله، إخلاص أول شيء. كان إذا صلى الفجر لبث في مصلاه إلى أن تطلع الشمس، ويقول لا يحدث أحد، يقول هذا زادي من الدنيا، هذه غدوتي، إن لم أتغدى سقطت قوتي. لم يسمع قط يقال في مجالس شيخ الإسلام ابن تيمية شيء من الغيبة والنميمة أو ذكر أمور الدنيا، لا تذكر عند شيخ الإسلام، لا أعرفه. لم يتزوج، لا رهبانية، لكن شغل شيخ الإسلام عرف سبب وجوده في هذه الدنيا، تعليم الناس، جهاد والسجن. لا يعني هذا أن طالب العلم يقول أريد أن أقتدي بشيخ الإسلام لا بد أن أسجن، لا، قدر الله سبحانه وتعالى عليه السجن، مكن الله سبحانه وتعالى من أعدائه. قال له الخليفة ماذا تريد أن أصنع به؟ ماذا تظنون أن شيخ الإسلام؟ قال الخليفة